وأخيرا إجا الوقت المناسب يا سبايدر مون، أنا صار لي سنين أنتظرك وجا الوقت اللي راح أتخلص منك. شوف اسمعني، أنا هسه كبرت بالعمر، بس أنا حتى لو أموت اسمعني راح يجي غير سبايدر مون وراح يقضي عليكم. شنو تقصد غير سبايدر مون؟ مستحيل، هو بس انت موجود بهذا العالم، واذا اني قضيت عليك راح اقدر استولي على كل هاي القرى وكلها اني راح احكمها. وجا الوقت لازم اتخلص منك، يلا يا سبايدر مون يلا روح موت. لا هسه أنا تخلصت من سبايدر مان، هسه أنا كلش فرحان لأن راح أقدر أستولي على كل هذا العالم. مو بس هذا، أنا راح أطلب قرارات ولازم ينفذوها، واللي ما ينفذها راح أخليه يسقط من هذا المكان المرتفع. يلا خل أبلغ الجنود مالتي، هي اسمعوني يا جنود، إحنا أي قرية نستولي عليها أريدكم تبنوا لي نفس هذا البرج بيها. سمعتوني زين؟ إي نعم سيدي، إي كل زين. يلا ساني خل أنزل. يلا تعال يا سيدي، راح اشوف هالقصر قدر نقضى على الملك الموجود بيه، وهذا القصر راح يصير إلك. هذا القصر مالتي. اي طبعا، حتى احنا قدر نبني لك هذا البرج العملاق مثل ما انت طلبت مني. اي كل الزين. اسمعوني يا جنود، انتوا نفذتوا اللي انا قلت لكم عليه، لازم تبلغون كل سكان القريه ممنوع احد يخرج من البيت، واللي يخرج من هذا البيت انا راح اجيبه الى هذا البرج وراح اخليه يسقط من الاعلى. اسمعني، هذا الشيء مو كل صعب، يعني شلون يبقون محبوسين بالبيت؟ يسمعوني زين، أنا أحدد إيش وقت هم يخرجون من البيت. بس حاليا أريد المنطقة كلها فارغة، وأريد تجمعوا لي كل الدايموند خاصة اللي عند الأغنياء وخاصة الموجود بهذا البنك. أريد أن أحصل على كل هذا الدايموند، وبس هذا أنا راح أصير ملك هاي القرية وكل الدايموند موجود عندي. طبعا بس راح أروح وبلغ كل سكان القرية وكل الدايموند الموجود راح أجيبه إليك. يلا استعجل على السريع، يلا روحي. يس أنا كلش فرحان بنولي هذا البرج، بس أنا إيش راح أسوي؟ خلي أدخل القصر مالتي. وأني ما أعرف شنو شفت هسه بالشارع، شفت ناس أشكالهم كلش غريبة حتى بين حلم أشرار، جو دخلوا للمدينة مالتنا، بس ما أعرف من ذولا وليش جو للمدينة. يا سكان القرية، يا ناس اسمعوني زين، شوف اسمعوني، أنتم ممنوع تخرجون، أي شخص راح يخرج قائد راح يتخلص منه، سمعتوني زين؟ شنو؟ لا 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 مستحيل، ما أعرف من هاي الشريرة تقول أي شخص يخرج من البيت القائد مالته راح يتخلص منه. بس معقولاني راح أبقى هنا بالبيت؟ سو شلون يصير هذا الشيء؟ حتى الأكل اللي عندنا راح يخلص وراح نموت من الجوع. بس أنا شو راح أسوي أني؟ أنا لازم أفكر، معقول أنا راح أظل ومن هذا الشرير؟ بس أنا حتى أعرف إنه عندنا سبايدر مان، بس هو دائما يدافع عن المدينة، هو أصلا وين سبايدر مان؟ المفروض يجي ويدافع عنه، بس أنا شو راح أسوي أني؟ لا أنا مستحيل أبقى هنا. بس رانيا، معقول رانيا هسه ما تعرف؟ إذا خرجت هسه من البيت احتمال راح يشوفوها وراح يتخلصون منها. لا لازم أستعجل وراح لرانيا أبلغها. بس مين أنزل لازم بداية أراقب إنه ماك أي أحد هنا. يمزل هسه ماك أي أحد، يلا يا جيجي اقفز على السريع قبل ما يجي ذول الأشرار ويعرفون بيه. هسه أنا جيت هنا، يلا خل أفتح هذا الشباك. يس أنا فتحت الشباك مال بيت رانيا ولازم أدخل على السريع وأبلغها. هيا رانيا أنت وينج؟ اسمع في ذا نايمة، وراني أقعد أقعدي أقعدي صار الصبح. حرامي حرامي حرامي، وانتي حرامي، وانتي أصلا شكو خايفة، انتي أصلا فقيرة وبيتك من الديار. وش قاعدني؟ شنو انتي؟ وش عندك جيت لبيتي؟ بس شو قدرت تدخل البيت؟ شوف اسمعني رانيا، ما تعرفين شنو صار؟ هسه جوي جنود كلش أشرار وسيطروا على المدينة مالتنا، حتى اجتي وحدة شريرة تقولي لي اخرجي من البيت راح نتخلص منه. شو جيجي؟ بس انت متأكد من هذا الشيء؟ اي طبعا. قولي جو جنود، بس الملك وين؟ وجود الملك وين؟ شوف رانيا، احتمال قضوا على كل الجيش مالتنا وسيطروا على المدينة. شوف اسمعيني، انت حاولي توقيني انه ابد ما تخرجين، سمعتيني زين؟ اي طبعا طبعا، اصلا جوني كل شيء خوف، معقول راح اقدر اطلع؟ لا مستحيل. بس شو جيجي كل الاكل حتى عندي بدا يخلص، زين شو راح اسوي اني؟ شنو؟ واني حتى اني نسيت اشتري برحه اكل، واني حتى ما عندي اكل بالبيت، واني ما اعرف شو راح اسوي. جيجي حتى اني
كلش خايفة، ما أعرف أختبئ تحت السرير حتى بدهم يعثرون علي. يلا خلي أختبئ ومتي من قاعد يبحث عنك، متي من وصل حد يبحثون عنك. دا أقول لك اللي يخرج من البيت راح يتخلصون منه. بس وسوني شو أسوي؟ لازم أروح البيت على السريع. بس جيك أنت مستحيل تظليك ساكت، بس أنا ما أقدر أقاوم ذوله. شو هذا البرج المبني؟ هذا البرج كلش عالي، حتى ما أعرف من اللي بناه هنا. أنت شكلك مثل حرامي، شو قدر تعبر هذا الشباك؟ أي وأنا جيت قاعد أبلغك حتى لا يتخلصون منك. بس شنو؟ أنا شوفي هذا البرج. صحيح شو هذا البرج؟ أنا أول مرة أشوفه، هذا منو بناه؟ شوف رانيا، يمكن هم ذول الأشرار بناه. هسا أنت تدخلي البيت حتى لا حد يشوفك. بس لازم أنا أروح. بس أوكي بدا لازم أسد الشباك وأقفز على ماتي شجرة. بس أنا قفزت بدون ما حد يشوفني. بس أنا كلش خايف إن هذا الشرير استولى على المدينة وأنا ما أعرف شو راح أسوي. شوف اسمعوني يا أولاد، هسه لازم أخرج وأجيب لكم أكل. أنت كلك جوعان مو صحيح؟ إي صحيح ماماني جوعان، بس ماماني سمعت هالشريرة تقول أي شخص راح يخرج من البيت قادر راح يتخلص منه وأنا ما أريدش تخرجين. إي ماما أنا سمعت هذا الشيء، بس ماما حتى إحنا كلش نخاف عليك. وشوف اسمعوني يا أولاد، أنتوا لا تخافون، أنا راح أحاول أختبئ وأجيب لكم أكل على السريع وأرجع. أنتم يصير تبقون جوعانين، بس أنا خلي أستعجل وأنتوا أبد لا تطعنوا. أوكي يا أولاد؟ أوكي أوكي ماما. وهسا ماما خرجت من البيت، بس أنا كلش خايف عليها، أنا ما أعرف شو راح أسوي. هسا أنا خرجت أبحث عن أي شخص ما ينفذ أوامر قائدنا، وأكيد راح يتخلص منه، لازم الكل يبقون بالبيوت وما حد ما يخرج. إيش قاعد أشوف؟ أكو شخص خرج من البيت. ايوه اختبئ ورا الشجرة، ما يتوقع اني اني شفته. لازم اروح على السريع. هاي انت توقفي، اني شفتك، اني راح اقضي عليك. خلي اختبئ. لا مستحيل تختبئين، اني عثرت عليك. يلا تعالي على السريع. ارجوك لا تسوي لي اي شيء. انت ما تعرف اني عندي اولاد خطيه كلش فقراء، مو عدنا حتى اكل بالبيت. يعني اذا بقوا بدون اكل اكيد راح يموتون. شنو؟ اني اصلا شعلي انت عندك اولاد فقراء؟ تعالي الملك هسه يريدك، هو اكيد راح يعاقبك. يلا تعالي. يس اني بديت اتقرب، اني سمعت اكو شخص خالف اوامري وجابوا لهذا البرج. انت اللي جبتونا هنا، انا ما سويت اي شيء، انت اللي جبتونا هنا. يس اني وصلت، وهذا الشخص اللي خالف اوامري. شنو؟ اما قاعد افتهم، انت اللي جبتونا بهذا المكان العالي. شوف اسمعني، انت راح تتخلص مني، بس شوف اسمعني ارجوك، انا عندي اولاد صغار وهم فقراء وما عندهم اكل، ارجوك لازم اجيب لهم اكل. شنو اولاد صغار؟ بعد افضل، حتى الناس كلهم يعرفون ان هاي هي خالفه الاوامر واحنا تخلصنا منها. شنو؟ انا كلش اخاف، ارجوك لا تسوي لي اي شيء ارجوك. كافي كافي اسكتي، يلا روحي على السريع، يلا روحي. ياسا صار الصبح، بس أني كلش مقهور، لأن سمعت هذا الشير البارحة تخلص من هاي الامرأة الفقيرة، هذا اللي هو شرير. بس أنا مستحيل أسكت، أنا شقد حلو لو عندي هسه قوة خارقة، وأني مثل سبايدر مان، جان رحت وقاتلت هذا الشرير وتخلصت منه. بس أنا ما عندي أي قوة، حتى ما أعرف شو راح أسوي. معقولة راح يتخلص منه واحد واحد؟ يمكن راح يقضي على كل المدينة، حتى أني كلش حزين. وكله موجود بهذا القصر عايش، بس هو مستحيل استسلم، وانا لازم افكر بحل، ولازم اعثر على شيء خليني اصير قوي حتى قاتل هذا الشرير. بس ايش راح تسوي انت يا جيجي؟ حتى السيف ما يفيدني، لان ذول عنده جنود كل شوية وكلهم اقوياء. بس ها يمكن جتي فكرة ببالي. اي صحيح، انا لازم اروح المكان اللي راح بيه سبايدر مان اللي سقط منه، احتمال اعثر على شيء يخليني اصير قوي مثل سبايدر مان وراح اقاتل هذا الشرير. بس شو راح تسوي يا جيجي؟ بالبدايه لازم انت تختبئ، ولازم تشوف مكان حتى تهرب منه. بس مين راح اهرب اذا انا واحد من ذول الجنود مالته منتشر بكل مكان واحتمال راح يشوفوني؟ بس لازم افكر بخطه حتى اقدر اهرب. يس اني راقبت، واتوقع ذول الجنود الاشرار مو موجودين بهذا المكان. لحد يلا يا جيجي اقفز على السريع. اسمع فراني يمكن بعده بالبيت. يلا استعد استعد، هسه لازم اصعد منه ولازم اكون كلش حذر، اذا شافوني احتمال راح يتخلصون مني. بس هي ما كي احد هنا، هسه لازم اجي من هذا الطريق وبعدين اطلع من هناك على ذاك الشارع، ويمكن ابد ما راح يشوفوني. يلا خلي اقفز على الشجره، هسه لازم اختبئ هنا. لا
لازم أتأكد إنه ما كأي أحد. يلا يا جيجي انتبه وكون كلش حذر، يمكن ما كأي أحد. يلا خلي أركض على السريع وأقف زهنه. يسا اختبت وما كأي أحد. أمزين أبد ما شافوني، بس لازم أستعجل، لازم أطلع من هذا الشارع. إذا هربت يمكن ما حد ما راح يشوفني. يلا يا جيجي أركض على السريع، ما حد ما راح يشوفك. هاي هاي أنت توقف. لا 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 مستحيل، أركض يا جيجي أركض، هذا الجندي الشرير شافني، لازم أستعجل على السريع. يلا خل أركض. وهذا يركض كل السريع حتى بد ما لحقت بي، بس ما أعرف وين راح واختفى، واحتمال يكون خرج من المدينة. مثل حرامات راح هذا الولد، كان أخذت القائد مالتنا وتخلص منه. يلا سان لازم أرجع المكاني. يلا خل أرجع. يا مزين هساني اختبيت ورا هاي الشجرة وابد ما شافني. مزين انا قدرت اهرب منه، لان هذا عنده سلاح سيف من الدايموند واني كل شي ما عندي. بس يلا يا جيجي انت لازم تستعد وتركض على السريع، انت لازم تروح الى مكان اللي سقط منه سبايدر مان، لازم اروح اعثر على شي. يلا خل اركض. يا هساني خل اركض، انا قدرت اوصل هاي المدينة، لان سمعت ان سبايدر مان سقط من مكان مرتفع بهذا المكان، بس لازم اعثر عليه. يا سبايدر مان بس ما اعرف وين راح اشوفه. اي صحيح هو سقط من هذا البرج العالي، احتمال يكون بذاك المكان. يلا خل اركض. بس مزين ذول الجهود ما موجودين هنا، هم راحوا للقرية الثانية. يا هساني بديت اتقرب. يا سبايدر مان لا 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 مستحيل، يا سبايدر مان اقعد، انت الوحيد اللي تستطيع تنقذنا. يلا اقعد يا سبايدر مان. شنو انت منو؟ انت تعرف سبايدر مان؟ شنو لا انا ما اعرف سبايدر مان، بس انا اعرف انه هو كلش قوي، هو كان يدافع عنا ضد الاشرار والساد الشرير قضى عليه. صحيح سبايدر مان هو زوجي. شنو موني خسرته، بس انا كلش حزينه كله بسبب هذا الشرير وهو اللي قضى علي وشبر من مكان كلش عالي. اي صحيح، بس انا ما اعرف معنى سبايدر مان، انا تمنيت يصير عندي قوه مثل سبايدر مان حتى قاتل هذا الشرير. شنو من يصير عندك قوة مثل سبايدر مون؟ اي طبعا طبعا. شوف اسمعني، هذه قوة سبايدر مون يقدر اي شخص يحصل عليها، بس عن طريق بوشن. تتوقع انه هذا زوجي يعني هو اصلا شرب هذا البوشن وبعد صار عنده هذه القوة. شنو معقولة تكون انت عندك هذا البوشن؟ اي طبعا طبعا. يخليني اصير سبايدر مون. اي طبعا انا بقى عندي بس بوشن واحد، صراحة هذا كان بيت على السريع، بس قبل اللي يكشفون الجنود وقبل اللي يشوفونه تعال تعال وراح السريع، بس لازم نكون كلش حذرين. يلا استعجل. يس انا وصلت، يلا تعال تعال استعجل. يس انا جيت. اسمعني هو هذا بيتنا، بس ولو اني كلش حزينة، بس انا نفس الوقت تفاجأت ان انت تصير عندك قوة سبايدر مان. اي طبعا اسمعني. انا لازم يصير عندي هاي القوة حتى اقدر دافع عن الناس واقضي على هذا الشرير. اسمعني ولو هو بقى بس بوشن واحد، وهذا البوشن ما اعرف وقت راح يخلص مفعوله، احتمال اما يوم او يومين، بس هذا راح يخليك تصير كلش قوي وعنده قوه اسطوريه هي قوه سبايدر مان. هذا تفضل. واو اني كلش اشكرك. بس مو بس هاي، عندي هذا الهوك، هذا كلش راح يفيدك، هذا سبايدر مان كان يستخدمه ويوديه مسافات كلش بعيده وكلش يفيدك. واو اني كلش اشكرك، لان انت ساعدتيني وانطيتيني كل هذا الشيء. لحد يلا اوكي هسه لازم استعد واشرب هذا البوشن حتى دافع عن كل الناس واقضي على هذا الشرير. شوف اسمعني ابني، اريدك توعدني تتخلص من هذا الشرير وتنتقم لسبايدر مان، اريد تتخلص من هذا الشرير. طبعا طبعا اوعدك اني راح اتخلص من هذا الشرير. يلا ثاني خل اخرج، لازم اشرب البوشن حتى تحول على سبايدر مان. يلا خل اخرج. يس انا كلش فرحان، لان هاي المرأة ساعدتني وانطتني هذا البوشن، وهسه راح اتحول له سبايدر مان. يا جيجي استعد، يلا اشرب على السريع، يلا اشرب اشرب. يس انا شربت. واو ايش قاعد يصير؟ انا تحولت الى سبايدر مان. واو حتى انا كلش فرحان، احس نفسي اني صرت كلش قوي، هسه لازم ابدي اطير، بس ما اعرف راح اعرف اطير او لا. يلا استعد يا جيجي، يلا اركض على السريع. واو حتى انا كلش فرحان، يعني قمت اطير مثل سبايدر مان وصارت عندي قوه خارقه، وراح اقدر ادافع عن القريه مالتنا واحاول اتخلص من هذا الشرير. يلا يا سبايدر مان انطلق على السريع. يا
هساني وصلت للمدينة، أنا كلش متحمس، أريد أقضي على هذا الشرير وأتخلص منه إلى الأبد. بس المشكلة إن أنا ما عندي أي سيف ولا أي سلاح، ونعرف إن هذا الشرير عنده جيش كامل وكلهم عندهم أسلحة من الدايموند. بس مستحيل، ولازم أرجع للبيت مالتي وأخذ الدايموند حتى أصنع سيف أسطوري. يلا يا سبايدر مان انطلق على السريع، يلا خل أنطلق. يلا هسه لازم أروح للبيت مالتي. بس اوكي خلي اشوف اذا اكو حد او لا، اتوقع ماكو اي حد. يلا يا سبايدر مان. يس انا وصلت للبيت مالتي، يلا خل اطير على السريع. يواو انا وصلت للبيت. يلا خل افتح الباب، ساني كلش فرحان، لازم ابدي اصنع السيف. يلا خل اشتغل. لا مستحيل، شلون شفته؟ معقول شفت سبايدر مان؟ يعني هذا الشيء مو حقيقي، يعني سبايدر مان تخلصنا منه. بس شنو؟ وش راح اسوي؟ معقول يكون هذا سبايدر مان ثاني؟ احسن شيء راح اروح لقائدنا وبلغه بكل شيء. يلا خلنا نركض. يس انا جيت للصندوق مالتي، لازم اخذ الدايموند واخذ الخشب حتى اصنع سيف. يلا يا سبايدر مان، هسه لازم اخذ هذا الدايموند واخذت الخشب، لازم ابد ما اتاخر. يلا هسه قد صار عندي، اتوقع هذا كلش كافي، هسه انا راح اقدر اصنع هذا السيف. بوم، هسه صار عندي سيف كلش قوي وراح اقدر اقاتل بيه كل الاشرار. يا ساني كلش فرحان، إن قدرت أستولي على هاي القرية. يا قائد. نعم. أنا كلش تعبت. شوف اسمعني يا قائد، أنت متعرف ساني شنو شفت؟ شنو شفتي أنتي؟ شفت سبايدر مان. متأكدة شفت سبايدر مان. حتى شفته قاعد يقفز على البيوت وبعد دخل البيت. بس تصور هذا البيت، وأنا قبل شايفته، وأنا شايفت هذا الشخص. بس شو تحول سبايدر مان؟ أنا ما جاي أعرف أي شيء. شنو؟ معقول يكون أكو سبايدر مان جديد؟ لا مستحيل. اسمعيني أنت يا جندية، أريد أسألك تبلغين أقوى جندي عندي إني يروح يقضي علي بسهولة، لأني عندي هذا الجندي العملاق، هذا كلش قوي ويقدر يقضي على سبايدر مان. أوكي. شوف اسمعني يا قائد، هسه راح أبلغ هذا الجندي ولازم نقضي عليه بأسرع وقت. إذا ما قضينا عليه حتى ما راح يقضي علينا. لا مستحيل يقضي علي، أنا كلش قوي وعندي جنود أقوياء. يلا استعجل روح بلغ هذا الجندي. يلا اركضي. يس انا استعديت، بس لازم اروح على هذا قائد الاشرار واتخلص منه. صار عندي سيف من الدايموند. انت يا سبايدر مان اخرج، انا راح اقضي عليك. ايش قاعد يصير؟ هذا شنو هذا الجندي العملاق؟ معقول يكون دز لي هذا الجندي؟ بس هذا شلون يصير؟ هذا مستحيل يكون بشري. بس انا مستحيل استسلم، ولازم اطلع واقاتل هذا الشرير واخلص منه. يعني سبايدر مان، هي اسمعني انت يا شرير، انت ما تعرف من اني، انا صرت سبايدر مان وراح اتخلص منك. شنو انت تتخلص مني؟ انت ما تعرف من اني، انا اقوى جندي موجود بالعالم وراح اتخلص منك. يلا تعال يا سبايدر مان، يلا اخذ هذا. لا مستحيل، انا اللي راح اتخلص منك، انا مستحيل اخبطك هنا، انا راح اقضي عليك بكل سهولة. لا هذا دمجني شرير، حتى سيفه كلش قوي. يلا تعال انت يا شرير، انا راح اتخلص منك. يلا موت. بس ترى مستحيل، هذا حتى بد ما قاعد يتأثر. يلا انت موت، يلا راح اقضي عليك. يلا يا شرير. انا قضيت على هذا الشرير وانتصرت عليه، لان انا سبايدر مان. لا شو اللي شفته؟ معقول هذا المقاتل العملاق؟ هذا اقوى مقاتل عندنا. معقول سبايدر مان قدر يتخلص منه بسهولة؟ لا ما يصير ابقى هنا، احسن شي انه اخبر قائدنا بكل شي. يلا خلنا نركض. يس انا قاعد انتظر، حتى اني كلش قلق، انا دزيت اقوى جندي عندي حتى يقضي على سبايدر مان، بس ما اعرف اذا قدر يقضي علي او لا، لازم انتظر واشوف شو راح يصير. يلا خل انتظر. يا قائد. نعم. انا جيت بس ما تعرف شنو شفت. شنو شفت؟ شنو صار؟ شوف اسمعني يا قائد، سبايدر مان هذا كلش قوي وقضى على الجندي العملاق اللي احنا ارسلناه. شنو؟ لا مستحيل، هذا اقوى جندي عندي، شلون سبايدر مان يقضي عليه؟ طبعا انا متفاجئت، بس احنا شو راح نسوي؟ احنا لازم نتخلص منه باسرع وقت، احنا ما يصيرش نسكت.
خلاص. شنو؟ لا لا مستحيل، معقول راح يجي ويتخلص مني؟ لازم افكر على السريع ولازم اعثر على حل. بشوف اسمعني يا جنديه، وجي تخبريني هذا سبايدر مان عنده عائله، يعني عنده اب او ام او حتى اصدقاء؟ انت لازم تعرفين بهذا الشيء. طبعا طبعا، هسه راح اجمع لك معلومات عنه واكيد راح اعرف بهذا الشيء. يلا خلي استعجل. يس انا جيت لهذا المخبأ السري، انا صنعت لي مخبأ بالبيت مالتي، لنعرف انه هذا الشرير عنده جيش كامل من الاشرار وعنده وحوش، واكيد راح يرسلهم علي، بس انا ما اقدر اقاتل فقط بسيف الدايموند، لازم اصنع اسلحه كل شويه، حتى راح اصنع دروع حتى اتغلب عليهم كلهم واتخلص من هذا الشرير، لازم انتظر هنا. يلا خل انتظر. يا ساني بديت اتقرب الى هذا البيت، انا عرفت ان سبايدر مان صديقتي عايشه بهذا البيت. اسمعني انت يا جندي، يلا تعال على السريع، لازم ناخذه ونوديه للقائد مالتنا. نعم نعم، يلا تعال خل افتح الباب، يلا افتحوا الباب. يا ساني فتحته. منو انتو شو تريدون؟ ارجوكم لا تسوون اي شيء، ارجوكم ماني فقيره حتى ما عندي دايموند. شو دايموند؟ لا لا اسمعيني، احنا جينا عليك نعرف انه انت صديقة سبايدر مان. شنو؟ اكيد انتو غلطانين، انا صديقة سبايدر مان، مستحيل يكون هذا الشيء، اصلا حتى ما شايف سبايدر مان، اصلا ما شايفته حتى بس بالكرتون. بالكرتون؟ لا لا المقصود بالكرتون، انا متاكد انت صديقة سبايدر مان. يلا تعالي القائد مالتنا يريدك، يلا تعالي. ارجوكم اتركوني يا الجنود، انا حتى ما اعرف سبايدر مان، ارجوكم اتركوني. كافي كافي، يلا امشي قدامي، القائد مالتنا ينتظرك، احنا متاكدين انت صديقة سبايدر مان، يلا استعجلي. ساعدوني يا ناس، ساعدوني، انا مرضى مو ساعدوني. شنو اني سمعت؟ انا متاكد سمعت صوت رانيا تصيح ساعدوني. لا لا لازم اروح استعجل، ولازم انقذ من ذول الاشرار واتغلب عليهم. يلا يا جيجي انطلق على السريع. يلا اوكي روح يا هوك، لازم اتسلق على السريع وزد هذا المكان السري حتى ما حد ما يعرف بي، وحضر السيف مالتي واطلع واقاتلهم. يا هذا الشرير، انا راح اخذ عليك، لا اصلا انا راح اخذ عليك. يبا انا قضيت على اول شرير بيوم، لازم استعجل على السريع. يلا يا سبايدر مان انطلق على السريع وروح اتغلب عليهم. ياني جيتكم يا اشرار، حتى اني راح انتصر عليكم، راح انقذ رانيا. تعال انت يا شرير، اني راح انتصر عليك. يا سقتلت اول واحد، بس الله مستحيل، والله هذا كلش دمجني. يلا خل اصعد هنا، انا اعرف شو راح اسوي، لازم ببداية اكل ستيك مالتي. شوف اسمعني، انا راح اجي وراح اتغلب عليك. يس انا اكلت، انا راح اجي وانتصر عليك. يلا موت يا شرير، انت لازم تموت. يلا موت موت، ولا لا والله هذا كلش دمجني. يلا موت موت، والله يهم زين، انا قدرت اتغلب عليه. وين؟ لا لا مستحيل، هاي قاعد اشوف رانيا فوق بلحالي موجوده هناك، هذا الشرير يتخلص منها، انا مستحيل اسكت، لازم اروح وانقذه. يلا خل اركض. اسمعيني زين، انا جبتك الى هذا المكان حتى راح اتخلص منك وانتقم من سبايدر مان. انا ما سويت شيء. شنو؟ انت تصيرين صديقة سبايدر مان؟ صديقة سبايدر مان؟ مستحيل يكون، انا عندي صديقة سبايدر مان، مستحيل هذا الشيء. اسمعيني، قاعد تشوفين ذاك البيت الدايموند والجولد، هو بيت هذا سبايدر مان، هو اسمه جيجي وتحول له سبايدر مان. شنو؟ معقولة جيجي سبايدر مان؟ لا ما جاي صدق هذا الشيء، شو جيجي قدر يسوي سبايدر مان؟ أنا حتى ما أعرف. اسمعيني، هسه اجي الوقت إنه أتخلص منك، حتى راح أنتقم من سبايدر مان. جيجي جيجي ساعدني جيجي. يس انا تقربت الى هذا البرج، بس حيل هذا البرج كلش عالي. يلا يا سبايدر مان انطلق على السريع. جيجي يمكن صوت رانيا، هي اسمعيني يا رانيا، انا جيت وراح انقذك. يلا انطلق انطلق يا سبايدر مان. يس انا كلش تقربت، بس هذا كلش سريع. يس انا نزلت هنا، يلا اوكي هسه بعد لازم اصعد هنا. انا بديت اتقرب، هي انت يا شرير، انا راح انتصر عليك، انا جيتك. واي منو هذا؟ سبايدر مان، طبعا انا سبايدر مان. ايش صار؟ لا مستحيل، انا راحت من عندي كل القوه، كل الزين. جيجي ارجوكم انقذني، ارجوك تخلص مني ارجوك. هي روح انت يا شرير، يلا روح. واو انا خليت هذا الشرير يسقط ويموت. جيجي ما جاي اصدق، معقول انت قدرت تقضي
العذاب الشرير. إيه طبعا رونية سبايدر مان. إيه شوف اسمعني رونية، أنا قدرت أقضي عليه بس أنا راحت من عندي قوة سبايدر مان. إيه شنو راحت من عندي قوة سبايدر مان؟ إيه ما أعرف. إذا جيت المفروض سبايدر مان شو تروح منك هذه القوة؟ اسمعيني أنت ما تعرفين شنو صار، أنا شربت هذا البوشن بس حولني إلى سبايدر مان فترة مؤقتة بس أنا رجعت جيجي وأنا انتصرت على هذا الشرير بقوتي آني. جيجي أنت أسطوري، بس لازم نخبركم سكان القرية ونقول إن قريتنا صارت أمان وقدرنا نتخلص من هذا الشرير. طبعا بوم. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نتقابل فيديو جديد، مع السلامة.